طبعا تي اي اف موجود في السوق اكتر، بيعيش اكتر، لا يوجد انتكاسة اكتر، اسهل، اقل تكلفة من الالماني، ولكن ليس كل واحد ينفعه التي اف، لكن ممكن اللي ما ينفعوش تي اي اف ممكن ينفعه جهاز الجيرتكس. فانت دلوقتي بقى معاك زي اوبن بوفيه كده، ايه اللي تقدر يعمله؟ جراحة، تنظيم اكل، علاج فعال لمدة بسيطة وليس مدة طويلة، لان هذا العلاج له اثار جانبية اذا اتاخد اكتر من 40 ميلي جرام اكتر من سنة. جميع الجمعيات العالمية اوصت بعدم اخد مضادات للحموضة 40 ميلي جرام اكتر من سنة يؤثر على العظام، يعمل هشاشة عظام، يعمل ضعف العصب البصري، يعمل بكتيريا في المعدة، له اثار جانبية كثيرة جدا. الحمد لله الان متوفرة عندنا جهاز التي اي اف وجهاز الجيردكس. احنا اللي بنختار مش العيان اللي بيختار، ولازم العيان يستجيب لينا لان احنا نعرف هو ما يعرفش، فيزعل العيان قوي يقول له لا والله مش هقدر اعملها لك.